لليوم الثاني على التوالي، وتكريما لسمو أمير البلاد قائدا للإنسانية، تستمر الفعاليات المقامة على هامش مشروع المدينة المضيئة التي تبنتها حملة بادر، وبرعاية من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والتي تأتي ضمن احتفالات دولة الكويت بأعيادها الوطنية. معانا بادر. في بادرة إيجابية تؤكد إبداع الشعب الكويتي وتعزز من انتمائه تحت شعار بادر فأنت قادر. دشن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود مشروع المدينة المضيئة الذي تبنته حملة بادر تكريما لسمو أمير البلاد قائدا للإنسانية. مدى حب وولاء شبابنا الغالي لوطنهم الغالي ولقيادتهم الحكيمة، وزارة دولة شؤون الشباب بمساهمتها تكمل الجهود الكبيرة لحققها الشباب، هذه المجموعة بادر الشبابية واللجنة المنظمة في يعني ترجمة هذه الشعور وهذا المحبة اللي عودنا عليه دائما شعب الكويت الوفي محبة لوطننا الغالي ولعلمنا العالي دائما. فشكرا للجميع، أتمنى إن شاء الله التوفيق، شاكر لوسائل الإعلام دعمها لأن دورها مهم وأساسي في أعيادنا الوطنية. كما حظي حفل الافتتاح بحضور رفيع المستوى، تقدمهم محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود الذي أعرب عن بالغ سعادته لهذه البادرة الطيبة التي تجمع بين أبناء الشعب الكويتي وتؤكد أواصره. المدينة المضيئة اللي رأيناها محل افتخار ومحل تباهي في الحس الوطني الرفيع العالي المستوى بين ما شفناه من الأهالي، من الآباء، من الأمهات، من العوائل، من الأطفال، من الأبناء. بالفعل حملة تستحق التقدير، تستحق الاحترام. كنا بمعية وزير الإعلام، رأينا شيء يعني يثلج الصدور، يسطر بأحرف من نور. من هم الكويتيون؟ ماذا؟ تستمر الفعاليات المقامة على هامش المشروع وسط أجواء احتفالية شارك فيها حشد كبير من أبناء الشعب الكويتي، معبرين خلالها عن فرحتهم بتلك الفعاليات التي تربطهم بوطنهم. والله المكان جدا جميل وحلو، واليهال مستانسين واحنا مستانسين، والله يزيد افراحك يا كويت. والله صراحة مكان رائع وايد حلو يعني، ونتمنى نشوف من الشغلات هذه يعني اكثر واكثر ان شاء الله، والله يديمها ان شاء الله من افراح. احب الكويت. احب باباك السباح واحب الكويت. احب الكويت وافتخر اني كويتي. وجديرا بالذكر أن فعاليات المدينة المضيئة تقام على مساحة 30 مترا بمنطقة مشرف، والتي تضم ثلاث قطاعات: قطاع ترفيهي للأسر والأطفال، وقطاع شعبي للتسوق والمقاهي الشعبية، وقطاع أدبي يضم معرضا للكتاب ومسرحا للعروض الثقافية.